بسم الله. طيب كلام جميل، عملنا بس الكارت لاين ولسه هنشتغل في الكارت ذات نفسه، الكارت كلاس. بعدين بقى نعمل شويه عمليات اساسيه زي عايزين نضيف ايتم للكارت، عايزين نشيل ايتم من الكارت، عايزين نعدل الكميه، شويه العمليات اللي هي هتبقى مفروضه اللي بنشوفها دلوقتي بشكل مجرد خلاص هنعملها ازاي كميثودز، وبعد كده ان شاء الله يبقى ربنا يكرمنا ونعملها كشكل بقى شاشات وكلام زي كده. فقلنا اول واحد ان شاء الله يبقى بابليك void add item، ماشي، بياخد مني ايه البوك، وده بوك variable كده سمول صح، وياخد مني كمان الانت، ودي ايه quantity صح ولا ايه، عشان يجي يضيف اي يضيف اي منتج للسلة يبقى لازم يبعت لي الكتاب والكمية اللي هو عايزها منه. خلاص ممكن نخلي الكمية باي ديفولت واحد عادي لو احنا عايزين، يعني ممكن نخلي باي ديفولت دايما ايه، يعني لو بعت لك الكتاب بس من غير ما اقول لك الكمية المعروفة ان انا عايز اضيف كتاب، وده الغالب يعني. خلاص ده في الاد ايتم ماشي. وبعدين هم جايين بقى قلنا له خلاص يبقى هنعمل بقى كارت لاين، ولا نعمل كارت لاين نسمي لاين ده بيساوي لاين كوليكشن، لاين كوليكشن واحد يقول لي ده لاين كوليكشن ازاي، لاين كوليكشن دي عباره عن ليست من الكارت لاين. اقول لك اه ما انا خد بالك، ما انا برضو خد بالك دايما وانا بضيف عايز احافظ على القديم، ما تنساش دي، يعني مثلا افتراضا انت ممكن تكون بتضيف ولسه ما فيش حاجه، ممكن تكون بتضيف وفي حاجه صح ولا لا، فدي الحالتين بتوعك. ففي كلتا الحالات انا عاوز اضيف على اللي موجود، يعني ابند، يعني ابند خلاص. فعشان كده انا هنادي على اللاين كوليكشن واد على اللي موجود فيه سواء كان فاضي او مش فاضي، عشان انا ما اعرفش، عشان اهرب من حته ان انا اضيف جديد فيتمسح القديم، اضيف جديد فيتمسح القديم ما عملتش حاجه، هفضل طول عمري محافظ على ايه؟ على واحد بالظبط. فقلت له لا خش على اللاين كوليكشن، قال لي ماشي. قلت له عايزك تخش بقى جواه دوت، وهنعمل حته كده بسيطه اللاين كيو، اقول له دوت وير لما يكون البي، قال لي مالها، اللي هي البوكس يعني، اقول له بي دوت بوك الكتاب اللي احنا عايزينه دوت اي اس بي ان، يكون رقم الكتاب خلاص يكون بيساوي البوك اللي جاي لي من فوق ده صح، دوت اي اس بي ان عملنا ايه هنا كده؟ لو متساوي خلاص، لان بالظبط انا عايز اهرب برضو من الحته دي، حته ايه؟ افتراضا ان هو ضاف كتاب مثلا، كتاب مثلا ايه اس بي دوت نت مش عارف ايه، وبعد كده سرح، ركز معايا انت بتعمل ايه، وبعد كده سرح وقام ضايف نفس الكتاب، هتعمل انت ايه؟ يا تزود الكميه يا تنفض. بس في الحالتين اللاين كوليكشن ما يزيدش، ما يزيدش اي لاين جديد صح ولا ايه؟ ما يزيدش لاين جديد، مش هنضيف عليه واحد جديد، مش هنضيف عليه ايه؟ واحد جديد. فانا هنا بقول لهم طبعا في هنا امر تاني برضو نعرفه اسمه دوت فيرست، فيرست اور اور ديفولت، وده معناه ريتيرن ذا فيرست اليمنت اوف سيكونس. لو لقيت لو كذا واحد رجع لي اول ايه، لو رجع لي اول واحد، او ترجع لي الديفولت لو ما كانش فيه ايه اي حاجه، يعني لو الديفولت بتاعي يبقى نل يعني. يعني من الاخر خلاصه الكلام ده، انا عندي حل من الاثنين بعد ما الامر ده يشتغل، يا اما اللاين ده هيبقى نل معناها هدور في الكوليكشن ما لقاش نفس الكتاب ده موجود قبل كده، في حاجه كده الحمد لله انا كده شخص سليم خلاص، الراجل اللي اول مره دي في كتاب ما اتلخبطش وكرره خلاص، يا اما هلاقيه شايل بيانات، لو لقيت شايل بيانات معناها ان الراجل غلط وضاف نفس المنتج تاني على ايه؟ على السله بتاعته، نفس المنتج تاني هو هو. فعندي حل من الاثنين، يا اما انفض معناه ان هو غلط، يا اما ازود الكميه خلاص، نزود الكمية، ما لو هننفض خلاص هنعمل سيمي كولون واسكت، احنا عايزين نكتب كود فهنزود الكمية خلاص ولا ايه؟ طيب هل ممكن حتى تطلع له
مسج بوكس. راجل راجل بلاش بلاش ايه نوصل بالشوبنج كارت دي الى الشكل القياسي اللي هو الستاندرد. لكن ممكن واحد يقول لك طب ما انا ممكن اعمل كذا, ممكن 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 اعمل منها شكلين, شكل الشوبنج كارت المختصره والشوبنج كارت يعني ماشي موجود. ممكن اعمل العداد على جنب اللي هو بيعمل مش عارف ايه, وممكن اعمل يعني كل عيش كنا زي. بس خلينا نطلع بالشكل الستاندرد الاساسي اللي هو القياسي العادي البسيط اللي هو نفهم منه كل المفاهيم ونقدر نعمل بيه كل العمليات اللي هي الطبيعيه الاساسيه. بعد كده نقدر ننطلق, بلاش نقعد نألف على نفسنا في حته ان ما ممكن نطلع له كذا ممكن نطلع له كذا ونبدا نشتت في المواضيع. ببساطه جدا عايزين نوصل للهدف الرئيسي, لان الموضوع مش انا مش عايز اقول مش سهل, هو جميل وسهل ان شاء الله وكل حاجه, بس عايز اقول ايه محتاج مننا ايه مركزين اكتر ونحاول نشوف السياق ماشي ازاي عشان نقدر نبقى ايه ملمين. ايوه ملمين. خلاص طيب, فبعد الكلام ده انا عايز اشيك اللاين ده نل يبقى رامي ما كررش اول مره يضاف, اللاين ده شال قيمه يبقى الايتم ده تاني مره يضاف. فقلت له ماشي اف ان اللاين اللي جاي ايكوال نل خلاص. ايوه ماشي هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له بص انا هعمل ايه, هو ايه اللي جاب القوس بالمقلوب ايه انا هرج لا معقوله ماشي خلاص. مش الاسف اللاين احنا هنختبر مين اللاين اللي احنا انشاناه مش الكارت لاين. اللاين اللي احنا اختبرناه اللي هو هيشيل حاجه جايه لي من هنا يا ما يشيلش صح ولا لا, يا ما يشيلش. فلو لقاه هو نفس رقم الكتاب هيجيبه لي, لو كان نل يبقى انا متاكد ان هو ما لقاهوش اصلا في الليسته خالص ما جابهوش. يبقى في الحاله دي اقول له يا لاين كوليكشن ده ما لقاش, معناه انا عايز اعيدك بقى ده جديده خالص اهو لاين كوليكشن. قال لي مالك؟ قلت له عايزك تاد دوت اد خلاص افتح. قال لي ضيف الايتم من النوع الكارت لاين. قلت له عباره عن نيو كارت لاين. قال لي الكارت لاين ده عشان تملاه محتاج منك حاجتين, بوك وايه وكاونت. قلت له بص يا باشا بالنسبه للبوك بيساوي لا بيساوي البوك اللي بعد ده صح كوما, والكوانتيتي اللي هي الكابيتال دي بتساوي الكميه اللي اتبعتت هنا ايه السمول دي كوانتيتي. صح كده انا عملت له كارت لاين جديد وبعت له البوك وبعت له الكميه ده في حاله ها ان هو جديد خالص إلس. قلت له إلس بقى هنا بقى دخلنا في قصه ثانيه. هقول لاين دوت كوانتيتي زائد بتساوي الكوانتيتي الجديده اللي هي الواحد. طبعا ايه ما ممكن يكون عايز منها قد كده, هو كان حاصل قبل كده يعني ممكن يكون انا مثلا ضفت كتاب عايز منه اثنين خلاص عايز منه ايه؟ لا ضفت كتاب عايز منه ثلاثه, فاول مره ضف واحد وثاني مره عايز اضيف بعد اثنين. ممكن اي عدد يعني, هو كان عايز مثلا كان ضايف مره وبعد كده قال لا انا عايز ثلاثه فضاف كده, فهو ممكن يكون هو ضاف الراجل اللي هو قاعد ضاف اثنين عشان هو عارف انه كان ضايف قبل كده واحد كده نجمعهم ونضيفهم لثلاثة. ممكن نطلع بقى بيلف حول نفسه يقول لك لا انا عايز ثلاثة فمش هيشيل فهيبقوا أربعة. المهم يلف مع نفسه واحد مش هنسيب وجع دماغ خلاص. المهم دي الفكرة اللي احنا ارتضيناها في ان احنا ايه؟ نخليه يأد ايتم صح كده؟ دي نهاية ايه دي؟ دي نهاية اند ايه؟ عشان بس كده الايه؟ اند اد ايتم صح كده؟ ماشي دي الاد. تعال نعمل الريموف. قلت له بابليك فويد سميناها ريموف لاين منتج مضاف. قال لا مش عايزه خلاص ده مش الكتاب ده مش مهم خلاص انا جبت التاني دوت مش عايز ده. وليكن لازم يسلمني هنا ايه؟ البوك اللي هو عايز يشيله بس مش اكتر. ودي اول ميثود ولا اخرها.
هتقول فيها ايه؟ قلت له هتخش على اللاين كوليكشن اللي احنا بنجمع فيه كل الهيصه دي، واقول له دوت ريموف. ممكن في عندك ريموف، في ريموف اول، استخدم ريموف اول مفيش مشكله خلاص، على اساس ان هو يعني هيشيل كل اي حاجه بتماتش نفس الكتاب شيل. احنا عارفين ان شاء الله مش هيبقى في تكرار، بس احنا يعني مش فارقه معانا، احنا ناس فييسه يعني خلاص. قلت له ريموف اول شيل كله، قال لي اديني اللي انت عايز تشيله كله. قلت له طبعا هيبقى بوك منه بي دوت بوك دوت الاي اس بي ان. طبعا انا همشي دايما بالاي اس بي ان ان هو بالنسبه لي هو الايه؟ هو المهم. وهنادي بقى على البوك بتاعنا اللي هو ده صح؟ انا برضه مش هيمسح غير لما يتاكد ان نفس رقم الكتاب هو نفس رقم الكتاب هنا، نفس رقم الكتاب هنا هو نفس رقم الايه؟ الكتاب هنا. يبقى هيريموف اول اه، بس بشرط ان اتاكد ان رقم الكتاب هو رقم الكتاب، لان هو ده اللي يهمني، لان هو ده اللي ايه اللي يهمني. المفروض ان الرقم ما بيتكررش، المفروض ان الرقم ما بيت ايه لا يتكرر. طيب ايه تاني محتاجين نعمله من عمليات؟ محتاجين في كام عمليه مهمين تاني الا وهما ماشي، بس خلينا الاول نقول ان احنا عايزين نجمع الاجمالي، فهقول له بابليك ديسمال بالريتيرن ديسمال عشان الرقم ممكن يكون فيه كسور، وانا بجمع كل الكتب في عددها والكلام ده كله خلاص. فقلت له ديسمال، قلت له سميته كومبيوت توتال فاليو، طبعا انا مش هستقبل اي حاجه لان اوتوماتيك هيعد من اللاين كوليكشن اللي موجود عندي فوق، هيعد من اللاين كوليكشن اللي موجود عندي ايه، واقول له ريتير. هجمع طبعا مش هعمل لوب او كلام من ده، على طول على لاين كيو على طول. فاقول له اللاين كوليكشن خلاص دوت سم سملي. قال لي ماشي، لو عملت كده هيجمع لك كله. تقول لا لا ده في عندنا سيلكتورز وحاجات زي كده عايزين نظبط. فاقول له مثلا لو بي بي دوت بوك دوت برايس صح، لازم تنضرب كميه في السعر صح؟ هضربها في ايه؟ هضربها في ايه بقى؟ في بي. لا مفيش بوك بقى، ده كوانتيتي على طول. عندنا اصلا الكوانتيتي لوحدها والبوك لوحده بقسطه. بقول له ايه؟ يبقى كده يضرب الكميه في الايه؟ الكميه في السعر. يبقى الصم هيجمع اه، بس مش هيجمع كده بس وخلاص، لا ده هيجمع الكميه في السعر. يعني يعني 5 في 2 ب 10 زائد، دي الصم بقى زائد 10 في 2 ب 20، وهناك كان كام؟ كان 10 يبقى 30. هيجمع لاين ولا هيجمع توتال نهائي؟ كله ما صم يا جماعه. دي لا 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 دي 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 كده دي كده الحته دي كده على بعضها هتجيب لك كميه في سعر، هو بقى يجمع لكل كوليكشن، لان هي اصلا الصم دي اصلا كلها بتاعت وقت، يعني تشتغل على ليست ما تشتغلش على على قيمه واحده. ما لو بتشتغل على قيمه واحده ما كانتش عامل حاجه، هتبقى عمليه حسابيه خلاص. قولوا ماشي بالورقه اللي قدامه، كميه وسعر كميه وسعر كميه وسعر كميه وسعر، فبيتكلم على الصم هتشتغل ازاي خلاص. وانا بقول له ان الصم هنا بتاعت اللاين كيو دي بتعمل ايه؟ بتجمع لكل الليست، فبتمسك الاولاني تضربه في الثاني، ده كده اول ايتم بالنسبه لها، لان خلاص هي هتشوف الحته دي كلها محسوبه حته واحده، سعر في كميه 2 في 10 ب 20، هي مش هتشوف غير كلمه 20 خلاص، وتنزل على العنصر الثاني في الليست 60، مالهاش دعوه حسبت ازاي، تحتيها 120 300 400، هوب الليست اللي قدامك دي هي بتجمعها وتخلص نفسها كلها. وانت انت ولا انت ايش داري؟ يعني بتقول الليسته اللي عندنا هي اللاين كوليكشن. اه اللاين كوليكشن اللي هي اللي هي عامله معمول لها اكستنشن منها، معمول لها اكستنشن عليها، يعني متضافه السم متضافه عليها، اهي مكتوب عليها كلمه اكستنشن اهي اهي في التوصيف اول سطر اول كلمه اكستنشن، يعني هي متضافه على ان هي تطلع من اللاين من اي حاجه من النوع ليست. البي دي تمثيل بقى لللاين كوليكشن، بي بي بوك خلاص، يعني تبقى ال للكارت لاين مثلا دي يعني الكارت لاين سي ال. ايوه سلام تؤمرني ماشي، قال يعني كده بقت ماشي. لا بجد صح ماشي يا عم، اصل كل الناس سي ال، اشمعنى سي ال؟
ماشي. كارت لاين، كارت لاين جبت منه البوك وجبت منه السعر، بعد كده جبت منه الكميه، ضربتهم في بعض. دي كانت الفكره اللي بنسال عليها. طيب عندي بابليك فويد، ان واحد دخل بس على الشيرنج كارت بتاعته قام مسحها كلها، اللي هي كلير مش عايز خالص، غيرت رايي كلير. اون لاين كوليكشن دوت كلير. الله على الجمال. ايه بس كده؟ اه بس كده. ايه؟ نعم؟ معقول عملنا ريموف، عملنا ريموف اللي هو هيشيل بقى عنصر، وطبعا هيشفت، وقصه احنا في غنى عنها دلوقتي من الحسبه يعني. اتوقع ان هم ثلاثه وهو شال في النص. كنا زمان بنعمل كده عشان نشيله في النص ونطلع اللي تحت نطلعه فوق، وسنة لو كان اربعه وشال هو الثاني او شال الاولاني، وانت تشيل الاولاني وبعدين تطلع الثاني مكان الاولاني، والثالث يطلع مكان الثاني، والرابع يطلع مكان الجابيه، وفي الاخر تشايك ان كده كله اتزوق يعني. ماشي بقى هخليك تعملها دلوقتي، لو ما عملتهاش هتضربك من المعمل. طلع ورا ولا بعدين دلوقتي اخر حاجه عايزين نعملها اللي هي بترجع لي كل اللاينز، بقى بترجع لي كل اللاينز بتاعت اللي جوه الشوبنج كارت. فهترجع لي طبعا اي انيميريبل من النوع ايه؟ ها كارت لاين. هترجع لي لسته من الكارت لاين وهسميها لاينز، بسميها ايه؟ لاينز. ودي اقول له جيت، هيجيت لي مين؟ اقول له ريتيرن اللاين كوليكشن. انا عملتها طبعا كبروبرتي، عملناها كبروبرتي عاديه، جيت حطينا فيها جيت مفيش ست. اه لما بقول دوت لاينز بترجع لي كل اللاين كوليكشن اللي احنا مخزنينها. وبكده هنكون خلصنا الايه الكارت كلاس، وهنعمله بقى ايه تيستنج ان شاء الله.